السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المناسبة البديعة اسمحوا لي أن أعرف نفسي لكم. اسمي الكامل نوريندا مفرحة الأعين. أنا من مدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الواحد بن جوني. أقوم أمامكم لأني أريد أن أقص قصة جميلة تحت الموضوع جوحى في المدرسة. استمعوا استماعا جيدا. أنت تعرف جوحى ومؤامراته الكثيرة. إنها مصلية، سواء حدثت له في صغره أو عندما كبير. فعندما كان تلميذا كان يذهب كل يوم إلى المدرسة، لكنه مع ذلك لا يحب الدراسة ولا يبذل جهدا في تحصيل نتائج. لذلك يغضب أباه وأمه، وقد حدثت له حوادث كثيرة، بل كل تسبب بنفسه في إزعاج المعلم. كان جوحى لا يعرف الرسم، بل لا يعرف الرسم. إنه يضع خطوطا في كل اتجاه، مما يحير أساتذته في التعرف على الشكل الذي يريد أن يرسم. ذات يوم طلبت المعلمة من التلاميذ أن يرسموا طائرا يرفرف بأجنحته على وسط شجرة مستعدا ليطير. رسم التلاميذ باهتمام هذا المنظر المطلوب، وكان جوحى يتأمل كيف كانوا منوسمين على أغراضهم وأقلامهم. وعندما نظر في ورقته تذكر أنه لم يرسم شيئا، حمل قلما وبدأ يرسم. وفجأة صفقت المعلمة وطلبت من التلاميذ أن يرفعوا أقلامهم لترى من فعل. هيا هيا ارفعوا أوراقكم، ارفعوا أوراقكم. وعندما وصلت إلى جوحى سألته: ما الشكل الذي رسمت يا بني؟ قال جوحى: سيرسمون في الحصة الموالية، أما أنت فخذ راحتك، لكن لا تخبر أحدا باتفاقنا. أنت موافق؟ قال جوحى: نعم يا سيدتي، أنا موافق. ذهب جوحى إلى البيت وأراد أن يتعلم الرسم،
كلما رسم شكله لا يعجبه فيرمي الورق حتى تجمع عندما شاهد جوها هذا الجبل من الأغرب أمامه رمى القلم من يده وصرخ من هذه القصة نستطيع أن نأخذ الحبر. أولاً وجب علينا أن نجتهد في التعلم. ثانياً وجب علينا أن نكرم أساتذتنا في أي مكان وحال ولو لا نستطيع دروسهم. هكذا تقديم القصة مني. شكراً على حسن اهتمامكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.